مشاهدي صوت العداله السلام عليكم. لنا لقاء تواصلي مع النقابه الكونفدراليه اللي في شخص عبد الجبار سلفات امام مقاطعه مولاي رشيد. عبد الجبار السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم. تعريف بالراس عفوا. سلفات عبد الجبار نائب كاتب عام بمقاطعه مولاي رشيد. مرحبا. شنو الهدف من هذا التواصل مع الصحفيين؟ الهدف التواصل مع الاخوان الصحفيين وهي تعسفات نقابيه من طرف السيد رئيس مقاطعه مولاي رشيد. بالنسبه للسيد رئيس مقاطعه مولاي رشيد يضرب على الحائط بالنسبه للنقابه ولا يعترف بالمكتب المحلي ديال مقاطعه مولاي رشيد. بالنسبه للكونفدراليه حنا كنهضروا بالنسبه للكونفدراليه والاحترام للاخوان النقابيين بالاجماع نحترموا كل مناضل تابع لمقاطعه مولاي رشيد نحترموه ونقدروه. وفي هذه اللقاء مع الاخوان الصحفيين نوضحوا الامور كلها هي بالنسبه للسيد الرئيس على التعنتات والتعسفات داخل المقاطعه. السيد الرئيس رسلنا عده تقريبا على 17 ارساليه او 18 ارساليه ولا يستجيب. رغم ذلك اتجهنا للسيد العامل وعطانا وعدنا واستقبلنا استقبال حار. وكيف قال لنا السيد العامل الله يجزيه بخير عندكم الحق تاخذوا ما عندكمش حق ما يمكنش لي ندخل في واحد الامور اللي هي غير قانونيه. عندكم حق قانوني ندخلوا فيه. وشنو المطالب من الدرجه الاولى بالنسبه للرئيس المقاطعه؟ المطالب القانون الاوليه وهي الرجل المناسب في المكان المناسب. هذا هو اللي طرحنا به. بمعنى شخص مسؤول من احنا ما كنقولوش كنعمو كل شيء. كاين اللي عندهم تجارب في المهن قبل من هادشي واخا راه ما كاينش مستوى كاين تجربه. حنا ما كنعموش كل شيء الاخوه اللي هما تابعين المقاطعه غير هي كاينه قلت لك الرجل المناسب المكان المناسب. هي كاينه اطور داخل المقاطعه تقريبا تنقولوا حنا ما غاديش نقولوا مهمشه اما هو نقولوا في انتظار كيقولوا هما في انتظار على المذكره اللي جات من الوزاره باش الناس الاوليه وهما الاطور. هنا كاين سلم 6. حنا بالنسبه لي انا كنقابي انا عندي سلم 6 وممكن نلقى البوست اللي هو مناسب ليا. ما يمكنش ليا نمشي لواحد الحاجه اللي هي طفل عليها وانا ما قادش عليها. السيد الرئيس فتحنا مع هذا الموضوع هذا ما تقبلوش استفهام. قال لك انا هذا الموضوع هذا الباب سدوه ما جبدوش ليا. الاسباب وهي ما نقدرش ندخل واحد الحاجه اللي هي ما نقدرش. هو القانون تيخول ليه كيقول القانون تيخول ليه باش يدير اللي بغى. هذا هو الاسباب هي هذه اسباب باش مشينا معاه في الطريقه الاولى. هذه هي اللي عندنا باش ناخذوا هذه الاجراءات معاه. وكيدير معنا مواعيد يعني مواعيد سياسيه. هو كيدير سياسه هو رجل سياسي كيدير سياسه كيدير معاه مواعيد كاذبه. لان جينا اي وقيته بالضبط وانتم كتراسلوه باش اجل اللقاء بكم؟ لا تقريبا من تاسيس هذا المكتب وحنا كنراسلوه. السنه بالضبط؟ هذا المكتب كانوا فيه اخوان لاننا خرجوا تقاعد مشاو بحالاتهم. اللي مات واللي بقى حي وحنا بقينا في هذه الكونفدراليه شادين العصا تنقولوا شادين العصا في هذه المقاطعه هذه. وبالنسبه اللي هضرنا عليه اساسي وهي الملف المطلبي اللي كنطلبوا ليه. الملف المطلبي تقدر تفصل لي بتفاصيل شنو البنود اللي فيه؟ الملف المطلبي الاخ من مقر نقابي كيقول لنا هو تيقول مده من السنين هذه حتى نبني المقاطعه الفوق ونعطيكم المقر. هذه لا يعقل اللي ما كتدخلش الدماغ. يعني هذا بحال التلاعبات ديال شي دري صغير كيتلاعب علينا هو كيدير معنا. وهو كما اذا
اذا كيقول لك هو كيتعنت ما باغيش الملف المطلبي يجبدوا لي. هنا طلبنا ليه ترونسبور، طلبنا ليه الملف المطلبي بالمقر، طلبنا ليه الملف المطلبي بالمراحيض، طلبنا ليه الملف المطلبي كيف قلت في الاول الراجل المناسب في المكان المناسب. وانا ما كنعممش على الاخوان كل شيء، راه كاين اللي عنده تجارب في الاخوان اللي هو يستحق، لان عنده تجربه، عنده واحد الخبره ديال الميدان ديال 30 سنه هو فريق. ما غاديش نعمم انا كل شيء. كاين الاخوان اللي هما في القسم الرياضي الله يعاون، هذا كان ما كنعموش، حنا خدامين وخدامين مزيان الله يعاونهم. ولكن باش تطفل واحد الانسان اللي كان هو منبت من هنا وتزيدوا وتخلي سلم 6 تيكوموندي في سلم 10، هذا لا يعقل. هذا هو اللي كاين الاخ. الرساله الموجهه بالضبط اللي تقدر توجهها لهذا شنو هو؟ توجهوا للسيد الرئيس باش يهز يدو، راه تاسف بزاف، تاسف بزاف على المكتب النقابي، وبالاخص الاخوان ديال المكتب النقابي ديال الكونفدراليه. ما كندويو على الكونفدراليه، يهز رجلو ويهز يدو علينا، راه تاسف علينا بزاف بالرئيس، رئيس مقاطعه مولاي رشيد لا يعترف، هذا لا يعترف بالمكتب النقابي ديال الكونفدراليه، لا يعترف به، لان كيقول لك علاش مشيتو خليتو ومشيتو لبلاصه اخرى، يعني مشيتو كدقوا الباب في العماله. وهي اذا ضرينا راه حنا غنمشيو نشكيو، ماشي مشكل، هذا ما عندناش المشكل. وملي شكينا لقينا الحل، لقينا الحمد لله البيبان تفتحات في وجهنا، هو سد علينا البيبان. وهذا على ما يخص بالنسبه للالتحاق بالمكتب بالمجلس المدينه، السيد الرئيس خاد فيه تعنت وخاد فيه تعسفات. شكرا. شكرا سي عبد الجبار. شكرا. مشاهدينا استقبلوا ايضا احد نقابي الكونفدراليه سي مصطفى الوناس. سي مصطفى مرحبا بك. شكرا على المنابر الاعلاميه، كنشكركم القوم بالواجب الجاد. مرحبا. تعريف عفاك براسك. الوناس مصطفى، الكاتب العام للكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، المكتب النقابي مقاطعه مولاي رشيد. سي مصطفى، كما طرحت السؤال على الزميل ديالك، نفس السؤال كنوجهه لك وانما بطريقه اخرى. استدعيتوا الصحفيين ان يكون عندكم تواصل معهم، الا وانه كاينين شي ملف مطلبي بالنسبه للسيد الرئيس، تقدر تعطيني التفاصيل؟ اولا كنشكروا السيد عامل عماله مقاطعه مولاي رشيد والسيد رئيس مقاطعه مولاي رشيد اللي كنكنوا له كل احترام. حنا عندنا بعض المطالب اللي كتعتبر مطالب دستوريه، مطالب دستوريه ينصها الدستور في الفصل الثامن من الدستور اللي كيقول ان تساهم المنظمات النقديه في الدفاع عن الفئه التي تمثلها في اطار احترام القانون والدستور. حنا ملي كنقولوا كنتكلموا على الدستور وكنتكلموا على النقابه، النقابه هي اللي كتعرف المسائل اللي خارجه على القانون، اللي داخله في القانون. حنا كنبهوا الرئيس في عده مراسلات، كنقول له ودي هذه المسائل راه خصك دير بحال هكا، هذه المسائل بحال هكايا، الى ان السيد الرئيس للاسف لا يدير اهتمام لبعض المراسلات اللي كنا راسلناه. وهذا كنقولوا فوالا، كنقولوا واش الرئيس مشغول؟ يعني الا كان مشغول مقبول العذر ديالو، حنا الا كان مشغول مقبول العذر ديالو. السؤال السي مصطفى، شحال انتم كتوجهوا الرسائل بانه يتواصل معكم؟ شحال ديال المده الزمنيه؟ حنا تقريبا ما يزيد على دابا ما يزيد على سنه، وحنا كنراسلوا ما يزيد على 17 مراسله. حنا درنا المراسله الاولى عندما حضر السيد عامل عماله مقاطعه مولاي رشيد، اول تعيين ديالو هنايا، كان اول من جاوبنا هو السيد العامل، اول من جاوبنا هو السيد العامل، ومشينا عنده درنا زياره واحد الطلب لقاء وحل معنا المشاكل، حل معنا المشاكل. وكنشكروه من هذا المنبر السيد عامل عمله مقاطعه مرجو، حتى الرئيس هو. حنا ما كنقولوش ولا الرئيس، ربما هنا كاين ربما كنقولوا الانسان مشغول انسان هادي، ولكن يعني المكتب النقابي كيحس بانه مغبون، بان الرئيس. سؤال اخر سي مصطفى، كيف هو التعامل ديال السيد رئيس مقاطعه مولاي رشيد مع النقابه ديالكم مقارنه بنقابات اخرى داخل المقاطعه؟ هو السيد الرئيس بالنسبه للنقابه الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل هو الرئيس، بالنسبه للنقابات اخرين، هذوك النقابات كنظن انايا لا، هذوك النقابات اظن ان النقابه الوحيده اللي كاينه، حنا ما كنظنش ان كاين نقابات، كاينه نقابه واحده اللي كتمثل الموظف داخل مقاطعه مولاي رشيد، هي
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي عندها عدد من الموظفين اللي كيحبوها وكيتعاملوا معها لأنها تتكلم بالحق وتتكلم بالمعقول وتعارض أي قانون خارج عن نطاق الوظيفة العمومية. هذا يعني فعلا السؤال بالضبط كيف هي المعاملة؟ هذا هو السؤال الوجيه. كيف هي المعاملة؟ كيف ما نقول المعاملة هي شبه قريب من الضعيفة بالنسبة لسميتو النقابات اللي كاينين هنايا في مول رشيد. حنا حيت كنقولوا ودي حنا حيت ربما ملي كنديروا داك المراسلات وملي كنديروا دوك نوريو بعض المسائل القانونيه كيقول لك ربما هما كتجيهم شويه يعني قاصحه ان الانسان في هذا المستوى ديال النقابي هما كيعتبروا ان النقابات راه كلهم كلشي النقابات راه بحال لا راه كاين هنا الناس اللي قاري القانون كاين اللي قاري الوظيفه قانون الوظيفه العموميه كاين اللي عارف الدستور بجميع فصوله يعني ما كنقدروش نقارنوا كاتب عام مع كاتب عام مثلا هذوك الناس بالنسبه للكتاب العامون ربما الاخرين ديال المنظمات ما فاهمينش القانون حنا كنعرفوا المسائل القانونيه حافظين القانون قارينا في مدرسه اداريه والحمد لله متمكنين من القانون وملي كنكتبوا شي مراسلات السيد الرئيس كيعطيها بعد الوقت كيفهمها هو الا انه لا يرد على الارساليات وهذا لا نعتبره يعني ما كنعتبروش انه حيف ولكن كنقولوا ربما اللي كثرت الاشغال ديال 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 السيد الرئيس وحنا ما كن حنا هذه الكلمه ولكن استاذ في هذا السياق سي مصطفى ملي كتقول لي كثرت الاشغال ديال الرئيس راه خصو يستجيب لجميع المطالب خصو يستجيب لجميع الشرائح لا مواطنين لا نقابيين ملي كتقول لي ما كيتواصلش معنا اذا كنظن ان هناك تضارب المصالح هو ماشي ما كيتواصلش معنا حنا بوحدنا حنا مازال حنا دابا الشي الرئيس منوضني ليه القوق في راسو علاش لان حنا كنجدوا خدامين بالجد هو راه ما كيلبي حتى شي طلبات حتى شي نقابه علاش انا ما فهمتش هذه القضيه واش حيت ربما الاطر اللي معاه ما كتنبهوش بان النقابه راه عندها دور فعال راه خصك تتعامل معها ربما هذا انا كنشوف 100% ان الاطر اللي دايره بالرئيس دون المستوى وما كتستحقش انها تكون دايره بالرئيس لانه ما كتنبهوش لان اي رئيس في اي مقاطعه كيعرف بان المنظمه النقابيه الدور ديالها فاعل في الدستور ولكن كيتحمل المسؤوليه من الدرجه الاولى هو لا يمكن هو ماشي غنحملوه المسؤوليه لا صيفطوا رئيس حنا كنقولوا صيفطوا رئيس صيفطوا رئيس كنحملوه المسؤوليه علاش كنحملوه المسؤوليه كنحملوه المسؤوليه من الدرجه الاولى من درجه ماشي للرئيس لان الرئيس ما غاديش نقولوا نحملوه المسؤوليه هذاك رجل سياسي كنحملوا مسؤوليه الاطر اللي دايرين به لان مثلا واحد القضيه الا بغيتي الا كنتي عمى وما شدوكش عباد الله شدوك قودوك ما يمكنش لك باش غادي تقطع الشانطي ولا الناس الاطر هما اللي غادي يقولوا لي فوالا السيد الرئيس منظمه النقابيه لها دور فعال في المجتمع والملك وسع النقابات خصك تفعل هذا البروتوكول حنا عندنا بروتوكول داكور دابا ممضي من 29/2/2019 بين النقابات ديال سي دي تي بين الوزاره الداخليه والكونفدراليه الديمقراطيه للشغل على اساس احترام القوانين النقابيه تسهيل العمل النقابي داخل المؤسسات هذاك القانون ربما ما قراش الرئيس ولا ما وصلوش ليه لان هاد الناس هادو ولينا كنخافوا منهم ما كاينش شي واحد اللي كيدير شي حاجه اللي كيديرها هما حاجه واحده اللي كيديروها ملي كتجي شي دوريه ديال الوزاره الداخليه حتى هما الاطر هنا في مقاطعه مول رشيد كيستافدوا منها هما وهذا ما وقع علينا في خلال المذكره الدوريه الوزاره الداخليه اللي جات في الدير 1790 اللي جات على اساس ان رؤساء المصالح الاطر يوليو رؤساء المصالح التعيينات كتجي من عند جماعه الدار البيضاء ومن عند تاشيرات ديال وزير الداخليه والسيد والي ملي جات هذيك المذكره لقينا الموظفين هنا داخل مقاطعه مول رشيد ما فراسهمش واحملوا مسؤوليه الى السيد رئيس مصلحه الموظفين هو اللي كنحملوه المسؤوليه ان كاع هادشي اللي دايرين وهاد الوقفه اللي واقفين وهادشي اللي دايرين على رئيس مصلحه الموظفين السيد خمري مصطفى. شي كلمه موجهه اخيره؟ كنقولوا كلمه اخيره كنتمنوا ان الرئيس يفهم هاد الرساله لان المنابر الاعلاميه ربما كتستمر كل سيمانه نقدروا نديروها ماشي مشكل وكانت الرساله هي ان الرئيس خصو يعرف بان الناس اللي دايرين به راه ناس ماشي ذو المستوى ماشي مستوى اللي جيد لان انسان ملي كتجي مذكره ولا كتجي دوريه خصهم يوريوه الرئيس ويحتوه يوريوه يقول لي هاد دير هما ربما يتماطلون على الرئيس من هذا المنبر لاغراض ربما عندهم هما سياسيه اغراض سياسيه حيت هادو ما نثقوش فيهم
وهذا ما يمكن قوله. شكرا سي طفاء. شكرا مشاهدينا، كيف ما سمعتوا تصريحات ديال النقابيين، حنا في انتظار رد السيد رئيس مقاطعه مولاي رشيد، والكلمة الأخيرة للمواطنين بطبيعة الحال كيف ما تنقولوا تعليق المواطنين. صوت العدالة تحييكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.